وفد أرباب العمل الموريتانيين يواصل زيارته للمملكة العربية السعودية ويؤدي زيارة للمدينة الصناعية رقم 2 بالرياض. قطاع الصحة يعلن أن إجراءات إجراء المرضى من داخل الوطن إلى العاصمة أصبحت مجانية. نظرا لأهمية للمصابين بالحوادث الطارئة، المركز الوطني لتركيب الأعضاء وإعادة التأهيل مؤسسة تشق طريقها نحو التحديث. أرحب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب كذلك بسلم الحميدي الذي يرافقني في تقديم هذه النشرة بلغة الإشارة. وشح وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني سيد محمد مال عينين وليي باسم رئيس الجمهورية في مقر الوزارة في نواكشوط عددا من أطر وعمال القطاع. حضر حفل التوشيح الذي يدخل في إطار الفعاليات المخلدة لذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني حضره عدد من أطر هذا القطاع. بعد سنوات من البذل والعطاء والتفاني في أداء واجبه المهني بكل جد وإخلاص، وشح وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني السيد محمد ملعينين وليه باسم رئيس الجمهورية عددا من أطر وعمال القطاع. الوزير وشح بميدالية شرف من الدرجة الأولى السيدين الحسن أحمد المختار مدير إعدادية العين الصفراء بولاية أدرار، شيخنا خطري شيخنا مدير ثانوية تنبود بولاية غرغل. كما وشح الوزير بميدالية شرف من الدرجة الثانية السيد البشير محمد فال الله أستاذا بثانوية عرفات واحد، في حين وشح الوزير بميدالية شرف من الدرجة الثالثة كل من السيدين ينجي محمد مبارك مبروك عاملا بالثانوية العربية، مسعود بلال صنبا سائقا بنفس الوزارة. جرت مراسم التوشيح الذي يدخل في إطار الفعاليات المخلدة لذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني المجيد بحضور عدد من أطر القطاع. وفي هذا الإطار دائما وشح محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد عبد العزيز والداهي باسم رئيس الجمهورية بمقر البنك كل من السيد الحسين والناجي مدير وكالة البنك المركزي بروسو بوسام الامتنان الوطني، سيدة صاب بيدي تام مراقبة فرز النقود بالبنك المركزي الموريتاني بميدالية شرف من الدرجة الأولى. جرى حفل توشيح بحضور المحافظ المساعد للبنك المركزي ومدير تطوير رأس المال البشري بالبنك. أدى وفد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زيارة للمدينة الصناعية رقم 2 بالرياض بهدف الاطلاع على تجربة السعودية الكبيرة في مجال الصناعات. ويعمل بالمدينة الصناعية التي تحتوي على 1200 مصنع أزيد من 700 شركة عاملة في مجالات المواد الغذائية والمعدنية والكيميائية والبناء. التجوال في المحافل الدولية والبحث عن المزيد من الشركاء الاقتصاديين لتوسيع أفق التعاون الاقتصادي والتجاري بين موريتانيا وكبريات الشركات العالمية هدف أساس من بين أخرى كثيرة يعمل الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين على تحقيقه بهدف تنشيط الحركية التجارية من وإلى موريتانيا. 130 من رجال المال وسيدات الأعمال تنادوا إلى الرياض للمشاركة في لقاء الأعمال السعودي الموريتاني المشترك الذي يشكل منصة اقتصادية لاستعراض فرص الاستثمارات المتاحة في بلدين والوقوف على طبيعة التسهيلات المتاحة للمستثمر الأجنبي في بلده الثاني. إطلاق اللقاء الاقتصادي لرجال الأعمال الموريتانيين والسعوديين يعول عليه كثيرا بأن يمثل نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين بلدين الشقيقين وفي تعزيز فرص التعاون بين هيئات أرباب العمل الموريتانيين والسعوديين واستعراض سبل تعزيز الشراكة بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية، كما يشكل أحسن تجسيد لحرص قائدي البلدين السيد محمد والشيخ الرزواني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
على توطيد روابط الأخوة والصداقة التي تجمع شعبين الشقيقين والمؤسسة على تاريخ طويل من التواصل والتكامل وعلى علاقات تتعزز وتتجذر باستمرار. ولنا أن نثمن التصاعد المضطرد في وتيرة هذه العلاقات الثنائية وخاصة تبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين والتي توجت بالزيارة التي قام بها لبلادنا صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود لبلادنا. وقد لمسنا خلال الزيارة التاريخية التي أداها صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان عراب الرؤية ورائد التنمية بالمملكة دعما غير مسبوق وتعويلا مقدرا على أهمية القطاع الخاص في دعم التنمية واستجابة فورية لتطلعاتنا المشتركة للدفع بتعزيز القطاع الخاص بين البلدين. انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية للتنمية في أفق 2020-2030، سيكون لهذا المنتدى الاقتصادي ما بعده في استصلاح الأرضية الخصبة للاستثمار. نحتاج لمزيد من الجهود على كافة المستويات، سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو على مستوى الهيئات وصناديق الاستثمار، للرفع من حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وموريتانيا، وخلق المزيد من الشراكات الاقتصادية التي تركز عليها البلدين في رؤية المملكة 2030، مثل التعليم والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية والخدمات، وهو ما نأمل أن يتم التركيز عليه في هذا اللقاء ولقاءاتنا القادمة. اليوم الأول من منتدى الرياض قدم فيه الوفدان عروضا موزعة ومبرمجة حسب تخصصات القطاعين العام والخاص. عروض الوفد الموريتاني بيّنت بشيء من التفصيل المناخ المشجع للاستثمار في موريتانيا وفرص الاستثمارات الواعدة في مجالات الصيد والاقتصاد البحري والبترول والطاقة والمعادن والزراعة والتنمية الحيوانية وغيرها كثير من فرص تناهز اليوم 1000 فرصة استثمار في الأسواق الموريتانية. على هامش المنتدى الموريتاني السعودي يكثف رجال الأعمال في البلدين لقاءاتهم الجماعية واللقاءات الفردية لوضع النقاط على الأحرف وتحديد طبيعة ونوع المشاريع المشتركة التي ولدت في هذا اللقاء مع العام الجديد. مختار بابو الأحمد لقناة الموريتانية من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. في هذا السياق دائما أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أن الروابط الأخوية بين الشعبين الموريتاني والسعودي ستنعكس لا محالة على أداء اتحادي أرباب العمل في موريتانيا والمملكة العربية السعودية خدمة لمصلحتي البلدين في المجال الاقتصادي. بدوره رئيس مجلس الغرف السعودية أكد أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين سيشهد قفزة نوعية خلال السنوات المقبلة طبقا لما تمليه المصلحة المشتركة للمملكة العربية السعودية وكذلك الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وزارة الصحة في تعميم أصدرته قبل أيام أن عملية إجلاء المرضى من المستشفيات داخل الولايات إلى العاصمة ستكون مجانية، وتتكفل الجهة المسؤولة عن رفع المريض بكافة اللوازم لعلاجه بالتنسيق مع الجهة المستقبلة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. عملية إجلاء المرضى من مستشفيات عواصم الولايات الداخلية إلى نظيرتها في العاصمة نواكشوط أصبحت مجانية، هذا ما أكدته وزارة الصحة في بيان أصدرته قبل أيام، ويدل ذلك على أن المريض ومرافقيه لن ينفقوا طوعا أو كرها على سيارات الإسعاف بعد الآن. قرار صادف هوى في نفوس المواطنين. زين ما خالك سياق العليا منها يغير ما نختار عودة لأحد في التلفزة
يختاروا عود واقع ملموس، كل حد يعرفه وكل حد يشاهده وكل حد يجبره. زينا عندنا حتى مفيدة للشعب فاصل فيه، ياسر من الشعب مساكين يجي هون فلام يبقى على الوتات حتى بعد جاي يحكوا البيت فيها طب والله شفناهم هون جاوا عدلنا زينا حتى فاصلين فيه فاصلين فيه ياسر مولين. جاء القرار بعد أعوام أثقل فيها الإنفاق على سيارات الإسعاف كاهل المواطن وجعله في حيرة من أمره وضاعف من مأساته، فالتكلفة العامة لعملية نقل المريض تكبر تبعا للبعد الجغرافي للمنطقة القادمة منها، وقد كانت مجانية الرفع مطلبا لدى المواطنين الذين تلقوه بفارغ الصبر. قرار جيد يذكر فيشكر، هذا هو اللي يلا يعدل في المواطنين ويلا تسهل من الأمور، ما يعود واحد بدون يموت على الطرقات، ما أجبر أمبلانس ترفدوا لا أجبر شيء يزعفوا. هذا تبارك الله قرار جيد يؤيد إلي سيد الرئيس وجزاه الله خيرا، يؤيد إلي سيد الوزير صحة وجزاه الله خيرا، هذا قرار جيد. بموجب القرار الجديد تتحمل المؤسسة الصحية التي اتخذت قرار نقل المريض نحو مؤسسة أخرى كافة التكاليف. وأكدت الوزارة الوصية أن كل مريض وصل إلى المستشفى في حالة مستعجلة يجب منحه الأولوية والعناية التامة، وفي حالة نقص المستلزمات الضرورية أو نقص الأماكن يجب رفع المريض فورا بالتنسيق مع الجهة المستقبلة وقبولها للرفع، لترفع بذلك كربة طالما حيرت عقولا واستنزفت جيوبا. دائما في هذا المجال، حيث يعتبر المركز الوطني لتركيب الأعضاء وإعادة التأهيل وجهة للمصابين جراء حوادث السير والأمراض المزمنة والتي عادة ما تؤدي إلى بتر أحد الأعضاء، ويشكو بعض المراجعين للمركز من نواقص كثيرة، في حين يرى آخرون أهمية العمل الذي يسديه أو تسديه هذه المؤسسة. بصمت يعمل المركز الوطني لتركيب الأعضاء وإعادة التأهيل للأشخاص الذين يعانون من مخلفات حوادث السير والأمراض المزمنة التي عادة ما تؤدي إلى بتر أحد أعضاء الإنسان. ورغم ازدحام المراجعين له يوميا، إلا أن البعض يواجه فيه مشكلة تتمثل في انعدام دقة المواعيد كما يقولون. طبعا أنا جيت هنا أول نامس قولي عن ديماس ويامس ديماس، وأنا جيت اليوم قولي لا أمشي للصبح اسمع، وانا فيدي ما خلتي شيء لهن مورس مؤلمت لي الشقيقه وعوشهم الشقيقه اسمع، وانا ان الانسان عنده تمريسه يلا يقعد عنده ميعاد يلا يشوف حد يمرس ما تمشي تقطع فراس ماشي وجاي تقطع فراسك ماشي وجاي. وبين أزقة وممرات المركز تختلف الصورة والرأي لدى المراجعين، فهنا من يختبر خطواته الأولى نحو العودة إلى طبيعته بعد عملية تأهيل وصناعة الأرجل وتركيبها من طرف الفنيين القائمين على هذا العمل الذي يرى فيه البعض الآخر عملا يستحق الإشادة بالجهود وتعاملا يليق بمراجعي المركز. الحمد لله إلا ما طمولانا قرائي انقطع بيت الداوة نيجيتون اتمولي نتدرب التدريب اللي من عند يوم الخميس ولهنين اليوم ما في تقبال طابع لي. جيت فرق هون دور نعدل قائمة نجدد القائمة اللي معدلها لي شهر فرنسا وجدوا هذه الخلطة هي اللي أنا دايرها ضركاتي حالا، وتبارك الله من اللي هون قدامي هون ريت الله الناس من الطابقة جابتك وقطع كراعي لين جيت هون مولي ما شاء الله ركبوا لي كراعي ما شاء الله اتلا منقطع عليه ما شاء الله ما عندي مشكلة. أنا عندي هذا المريض اللي هو جبته هنا مرفوع من شرطة بالقلب عنده زر راقد ما شاء الله مساتن عدت نجيبوها فحسن ما شاء الله جابر المراسة وجابر عناية ما شاء الله. وفي الجزء الثاني من عمل المركز المتمثل في عملية تدريك العظام للمصابين بالكسور والأمراض التي تخلف شللا في بعض أعضاء الإنسان، خصص هذا القسم لتدريك العظام حيث يجمع مختلف الفئات العمرية والأجناس البشرية، وهو ما يقول القائمون على المركز إن العمل فيه يسير بشكل منتظم رغم صعوبة الموقف وكثرة المراجعين. طبيعة العمل عندنا هون حالة العلاج هنا ينقسم إلى قسمين، قسم التدليك وقسم تركيب الأعضاء. قسم التدليك هو اللي معروف مصطلح التمراس، مثلا يجي مريض ما هو صحح عن طريق حادث والله عن طريق جلطة دماغية والله عن أي مرض كان يعاني منه، ويجينا هون دائما الناس يجينا هون دائما مرفوعة بما أن العلاج عندنا هون علاج تكميلي
وجينا قدر من الناس فيما يخص اللي قالوا كينيزي ثيرابي اللي هو التمراس والله التدليك هون زاد يجي قدر من الناس وهو قدر من التكنسيا يعاينوا ديك هون اخصائيين اولا يعاينوا الحاله يشوفوا هي ناتجه عن ناش ويعودوا يمشوا الشغل التكنسيا اللي اخصائيين في 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 ويعودوا يعاينوا ديك الحاله ويتم متابعينها اللي تعقب يعني تعقب توفوا مدتها المحدودة لها. في الوقت الذي يرابط فيه المراجعون أمام بوابة المركز في انتظار أن يصلهم الطابور، ترابط الفرق الفنية وسط معامل صناعة الأعضاء وهم يواصلون العمل فيه بغية تسهيل المهمة والاستجابة لأي طارئ. الخير أعطاها الله مبادرة تجارية ذات بعد خيري توفر اللحوم الحمراء والخضروات بأسعار مخفضة في مناطق متفرقة من العاصمة. أهداف هذه المبادرة ومدى إسهامها في تخفيف أسعار هذه المواد الاستهلاكية في هذا التقرير. مبادرة الخير أعطاها الله مشروع تجاري يوفر اللحوم الحمراء والخضروات في مناطق متفرقة من العاصمة بأسعار في متناول جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل الذين يجدون في هذه النقاط التجارية أصناف اللحوم والخضروات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار المتوفرة في السوق. بيعوا الفلكة ب 1200 والحمل عادي ب 1100 أوضح لك والحمل عجول والحمل حيران هذا كاملين مولي ل 1100 كاملة ثم نبيعه هون يعود ل 11 والعاشرة نقزم للمستوى أنا مولي نحن للضعافة اللي ما قدرنا ما قدرت قدرنا الفوقية تعدل منها أشياك وغدا ده حقيقي كنت الفوقية ما تجيب لها قاشي قد تعدل بشيس وشم الفوقية تقبع منها كين من حقص منها أشياك وغدا بالنسبة لنا نحن الضعافة ياسر جزاه الله خير المعدلته. ويهدف أصحاب هذه المبادرة حسب تعبيرهم من خلال هذا التخفيض إلى تطوير المهنة والحد من غلاء أسعار اللحوم والمضاربات الحاصلة فيها إضافة إلى منافسة المجازر الحديثة. وتوفر المبادرة نحو 25 نقطة بيع منتشرة في مختلف مقاطعات العاصمة كما تسعى إلى توسيع مناطق تدخلها لتشمل الولايات الداخلية. وهذه المبادرة التي عدلناها ما هي عن فراق عدلناها أنا مرمدروس أن المواطن يقدر يستفاد من الثروة الحيوانية هو طنو وعليك نجبره إحنا نسبة من الربح ويستفاد المواطن وعدلناها عن دراسة وقبلنا لها خبراء من الناس اللي مثلا الاقتصاديين ودرسوها معانا وجربناها تجربة كانت ناجحة وماشي على القدام ودرناها بالمقاطعات كاملة نختار مولي نعته للرأي العام والدولة أن نقدر نشاركه في مساهمة بناء الوطن والمشروع يقد يستمر طالبين من الدولة جميع التسهيلات اللي تعدلهم لنا وأولهم وسائل النقل يجيبوا فيها الحيوان كماين يجيبوهم من الحيوان من الولايات ورانا ذا المشروع مولي فتنا لحقناه البوتليميت وفتحناه يامس الشام وبرنامجنا نبدوه على جميع التراب الوطني. خطوة رغم ارتياح الكثير من المواطنين إليها إلا أنهم يسجلون بعض الملاحظات المتعلقة بجودة اللحوم ووزنها وظروف بيعها. استفاد منها الشعب هون على مستوى حي السعادة عن أهلها استفاد منها بما أنها قاعدة تجيها الناس من المقاطعات الخرين جهة من تجونين وجهة من عرفات وعود الطوابر ما شاء الله ماشية من هون إلى بعيد منها. وأيا تكون الأهداف والانطباعات فإن هذه المبادرة قد كشفت عن حجم غلاء أسعار اللحوم الحمراء في أسواق العاصمة ما جعل المواطنين يطالبون الجهات المعنية بضرورة التدخل لتحديد الأسعار ومنع المضاربات الحاصلة فيها. ختام النشرة مشاهدينا الكرام نذكر بالعناوين. وفد أرباب العمل الموريتانيين يواصل زيارته للمملكة العربية السعودية ويودي زيارة للمدينة الصناعية رقم 2 بالرياض. قطاع الصحة يعلن أن إجراءات إجلاء المرضى من داخل الوطن إلى العاصمة أصبحت مجانية.
نظرا لأهميته للمصابين بالحوادث الطارئة، المركز الوطني لتركيب الأعضاء وإعادة التأهيل مؤسسة تشق طريقها نحو التحديث. في الختام أشكر سلمى الحميدي الذي رافقني في تقديم هذه النشرة بلغة الإشارة. أشكركم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.